بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معدنا النهاردة يا اخوانا بالدرس الأول من دورة فيجوال بيزك دوت نت 2010 تحت رعاية موقع وقف اونلاين دوت كوم. معاكم أحمد عبد الواحد الزيني. إن شاء الله هنبتدي مع بعض دورة فيجوال بيزك 2010. هنتكلم في الدرس الأول اللي هو ده على إيه التطبيقات اللي ممكن أقدر أستفيد بيها بعد ما اخلص دورة فيجوال بيسك، او ليه باخد دورة الفيجوال بيسك، وليه انا اخترت الفيجوال بيسك، او احنا اخترنا الفيجوال بيسك. اول شيء يا اخوانا، ليه اخترنا الفيجوال بيسك؟ الفيجوال بيسك تطور، الاخوة اللي مش عارفين، تطور من فيجوال بيسك 5 ل 6، ثم بعد كده ظهر 2000، من اول 2002 او 2001 ظهر الدوت نت، بقيت الدوت نت. طبعا هما كانوا هيلغوه، لكن قالوا لا، مش معقول الناس اللي قعدت طول حياتها تشتغل فيجوال بيزك 6، وكان طفرة بصراحة 6، فمش معقول هنخسر المبرمجين دول، فنيجي نضمهم معانا تحت منصة الدوت نت فريمورك، زي ما هنتعرف على المصطلحات دي بعد كده ان شاء الله. ومن خلال كده بدأ يتطور الفيجوال بيزك مرورا ب 2003، ثم 2005، ثم 2008، ثم الاصدار اللي احنا بندرسه 2010. ليه اخترت عموما فيجوال بيزك 2010؟ اخترت عموما فيجوال بيزك فقط، اصدار فيجوال بيزك، لان هو سهل. يعني الفيجوال اسهل من اسهل اللغات في البرمجه، مش محتاجه تعقيدات. الاخوه اللي درسوا فيجوال بيزك 6 هيكون سهل بالنسبه لهم التعرف على بيئه الدوت نت، وسهوله الدوت نت، ويعني التحديثات اللي تمت في الدوت نت. ليه اخترت بقى 2010؟ لأن الإصدار ده يعتبر وسط ما بين 2005 و2008 المشهورين، وما بين 2012 اللي صدر أو لسه هيصدر منه، أو 2011 سأصدر 2011 فيجوال ستوديو 2011. فاخترنا الوسط 2010 بحيث نواكب وبن إيه ون وإيه وما نتخلاش على الأشياء القديمة. طيب، دي تعتبر مقدمة بسيطة جدا 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 على الفيجوال بيزك 2010. طيب، بعد ما ناخد الدورة، ايه اللي هيترتب عليها؟ هنستفيد ايه؟ معروف يا اخوانا ان البرمجة بدأت تنتشر في الوقت الحالي جدا بسبب الطفرات او التطورات التقنية العالية، سواء في الموبايلز، او سواء في الانترنت، او سواء في الكمبيوتر ذات نفسه، او الحاسوب اللي هو البي سي اللي احنا دلوقتي، اللي انت قاعد قدامه دلوقتي واكيد بتشتغل عليه. تمام، يبقى الناس بدأوا يتطوروا، فبالتالي الحاجات دي كلها او معظم البرامج بتتعمل بلغات برمجة، بتتعمل بايه؟ بلغات برمجة. فبالتالي الناس بدأت تطور نفسها، بدأت تجدد. فاحنا برضو من خلال الدورة هنبدأ نتعرف على أساسيات البرمجة من خلال الفيجوال بيزك. يعني برضو مش هننسى الجانب البرمجي، نشرح لك بعض الأساسيات البرمجية اللي من خلالها تروح لأي لغة، تبقى عارف الأساسيات، تبقى عارف يعني إيه اللوبينج، تبقى عارف يعني إيه الفانكشن، يبقى بعض الإيه المصطلحات اللي لو أنت مش عندك خلفية بيها ما تقلقش، إن شاء الله ما تقلقش. تمام، ايه بقى وجه الاستفادة من الدورة؟ عندنا صورة بسيطة، ماذا يمكنني عمله من مشاريع بواسطة فيجوال بيزك؟ اول حاجة والاسهل والاشهر، برامج للكمبيوتر، برامج للايه للكمبيوتر، للحاسوب، زي برامج تنظيف الجهاز، برامج تشغيل فيديو، برامج صوت، متصفح انترنت، برامج تانية كتير انت ممكن تعمل. مثلا ممكن تحمل، ممكن تعمل برنامج للتحويل على الانترنت، ممكن تعمل برنامج مثلا خدمي، يعني مثلا ايه البرامج اللي هي البسيطة اللي ممكن تتعمل بسهولة وسلاسة، ممكن المستخدم يحتاجها في يوم من الاتنين. تمام، ممكن تعمل برنامج مثلا بيخزن مثلا ارقام تليفونات، فبالتالي هتضطر تستخدم معاه قواعد البيانات. يبقى خلي بالك ان شاء الله هنمر باكتر من دورة باستخدام الفيجوال بيزك. يعني ان شاء الله هنمر بالادو دوت نت، هو هيكون القسم ده الادو دوت نت، هو استخدام قواعد البيانات زي السيكوال او برامج الاخرى مع الفيجوال بيزك.
مع ايه اخوانا؟ الفيجوال بيزك ده برضو اللي هيكون على المسؤول عن الجزء الثاني. في عندنا الجزء الثالث هو الاس بي دوت نت، وهو تصميم مواقع الانترنت. مواقع ايه يا اخوانا؟ الانترنت. في عندك مواقع مشهوره جدا معموله بالاي اس بي دوت نت، تمام. طيب برمجه برضو من خلال بنستخدم الاي اس بي دوت نت، من خلال فيجوال بنستخدم الفيجوال بيزك مع الاي اس بي دوت نت. ممكن تعمل برامج للشبكات، ممكن تعمل برامج تانية، واحد اتنين تلاتة، كتير جدا انواع البرامج. يبقى انت ممكن تقدر تعمل لنفسك، تحدد لنفسك مجال. هل هدخل في المجال ده؟ هل هدخل في المجال ده؟ هل هاخد شوية من هنا وشوية من هنا وشوية من هنا؟ تحدد لنفسك في المجال بحيث ان انت تقدر تطور نفسك، مش مجرد معرفة والامر انتهى على كده. لا، عايزين معرفة بافعال. اتفقنا اخوانا؟ هو ده ملخص الدرس الاول، مقدمة بسيطة عن حياة الفيجوال، بسيطة جدا. ثم بعد كده ايه وجه الاستفادة من الفيجوال، ثم ندخل ان شاء الله الدرس القادم نتعرف على فروع الدورة او بعض مقدمات للدورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.